أبو سليمان عندك شيء أبو سليمان؟ والله عندنا وعندك كل خير. أولا فنرحب بالضيوف وأنا بقول فيكم بيتين تراها جت كذا يعني بسم الله المجلس والله يحييكم عند معزبنا أبو فزاع ومجلس مجلس مجلسكم يا أبو سليمان أنتوا الجميع. لا 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 ونا شرف شوفكم يا نشامة والله يجمعنا على ستر حال لا 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 يا لا 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 والله يجمعنا على ستر حال علينا يا ضيوف اللافة ومالشمال إعداد ما يبرق وين الشام خال والناس شرف في شوفكم يا النشامة والله يجمعنا على ستر حال والله يجمعنا على ستر حال. من انتوا يا رجال غبنا امس والحقيقه زي ما قال الرب 3 ايام شوفها كنا لان والله تعودنا اولا على الزملاء ولا ودنا نقول انهم مثلا الاسم ذاك انه فنكبرهم شويه لكن سعدنا والله. وعلى كل حال الدنيا هذا حالها لابد مهما اجتمع الانسان لابد عسى الله يحسن الختام. اللهم يا كريم الحمد لله. عندنا قصه حول هذا الجراب عند ما شفناه ابو ولا مقطوع الكلام باقي ما كملت القصيده ان سمحت وراك وقفت اجل خلاص كمل وانا لا لا انا ما دام عندك خير يلا عطنا. عليت انا فكرت انك وقفت قبل رتبها بس كل خير واجد الحمد لله بعد طول الغياب عسى لنا ولكم على الخير باب وذا اليوم قد عدنا لكم من جديد وان شاء الله ان نقدم اللي يفيد عبر المواعظ والقصص والقصيدة وعند الحقيقة جالنا كبار شرف بمشاركة ذا اليوم وما قد سلف وقول باسمي واسمكم يا حضور نقول شكرا يا مدير القناة والشكر موصول لكل الزملاء الإعداد والمنتج والمخرجين ومجلس داره مع مصورين ولا حضرنا إلا لخدمات وطننا الشعب والدولة وحكامنا الشعب والدولة وحكامنا يا لا 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 خبر مفزع الشريط الاول بسم الله عليك بسم الله ما شاء الله اذكر الله حلقة يوم امس يا جمهورنا ما استطعنا ان نحضر وهذا قد حصل غصب عنا حلقة يوم امس يا جمهورنا ما استطعنا إننا نحضر وهذا اللي حصل غصب عنا والف شكر لكم يا كل من سال عنا جعل في الأمر خير وجعل في الأمر خير وأنا وبقول باسمي واسمكم يا زملانا إن من منبر بداية نجدد ولانا أنا قوة بقول باسمي واسمكم يا زملانا إن من منبر بداية نجدد ولانا
للملك والولي العهد لو ما دعانا نرخص أرواحنا لأجل الوطن والعقيدة نرخص أرواحنا لأجل الوطن والعقيدة يا ملاكنا عسى ربي يطول بعمرك والله يوفقك ويوفق ولي عهدك فانت تامر وتنهى ناوي ادنى ما عيدك هذا سلام وانت تامر وتنهى ناوي ادنى ما عيدك عادة للسعودي ما يخون العهودي عادة للسعودي ما يخون العهودي كلنا نعيش في نعمة وبأمن واماني والمواطن والمواطن تحقق له كثير الأماني غصب على الحاقدين وحاش حاسدين وشاني فاسأل الله يثبتنا على هداه ورضا كلنا نعيش في نعمة وبأمن واماني والمواطن تحقق له كثير الاماني غصب على الحاقدين وحاسدين وشاني فاسأل الله يثبتنا على هداه ورضا كلنا نعيش في عهد الرخاء والحضارة لأن في عهد سلمان اعتلينا الصدارة كلنا نعيش في عهد الرخاء والحضارة لأن في عهد سلمان اعتلينا الصدارة وشعبنا أصحاب شيمة مثبتين الجدارة هذا هو الصحيح وقولوا اللي تقولون هذا هو الصحيح وقولوا اللي تقولون سلامتكم.